كلنا نملك أسراراً، بعضها خطير أكثر من غيرها. كان هذا مجرد حدس، ماذا كان بالإمكان فعله؟ لم يكن لدينا أي دليل. إنها ميتة. كنت أعتقد أنه سيقتل مجدداً لأنه جزء من طبيعته. لقرابة 20 عاماً عاش ستيفن ويلس وميندي مور في شك مخيف. إنه أمر يؤرقني، لم يكن من الصائب حدوثه. قام بنصب فخ وهم وقعوا فيه. يقف في وجه الحقيقة مجرم مستعد لقتل كل من يقترب منه. قبل أن نواصل في هذا الوثائقي، ندعوكم لدعمنا وتشجيعنا من خلال الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل جرس الإشعارات. غالينا أوهايو عام 2002. يعتبر وقت المساء هنا في ضاحية غالينا في أوهايو الأمثل لدى الجميع، لكن في جادة والنوت يجري حدث فظيع. مركز الطوارئ، مرحبا. أصيبت زوجتي بطلق ناري. سيدي، كيف أصيبت زوجتك؟ دخل شخص من الباب. حسنا، لحقت به وأطلقت النار من مسدسي، إنه ملقا على الأرض عند مدخل مرأب جارنا. هل تعرف ذلك الشخص؟ لا، ليس لدي فكرة عن من يكون. لا أعلم ما يجب فعله. ما الذي علي أن أفعله؟ 47 دقيقة مساء. وصل أفراد الشرطة بالنيابة عن نقيب الشرطة ووجدوا جثة رجل على مدخل مرأب البيت المجاور. كان ذلك على بعد حوالي 45 مترا من المنزل وبعد إصابات بطلقات نارية. مسدس من عيار 38، خذه إلى المختبر. لم يكن المسدس يحمل رقما تسلسليا، وهذا يعني أنه غير قانوني ومن بائع غير شرعي. المشهد داخل المنزل بنفس فظاعة المشهد في الخارج. السيدة ميتة على أرضية المنزل كما أتذكر، على بعد 3 أمتار من الباب. لديها إصابة نارية في الرأس، إنه مسرح جريمة كبير. حين يكون لديك ضحيتان في مكانين مختلفين، فلديك جريمتين مختلفتين. الضحية الموجودة على أرض المطبخ هي السيدة جيل هانت، والشخص الذي اتصل بالطوارئ هو زوجها المدعو بوبي. رأيت شخصا يرتدي كنزة حمراء ودخانا من مسدس. كانت المكالمة كالتالي: هل تعرف المعتدي؟ وفي هذه الحالة أجاب أنه لا يعرف الشخص ولم يستطع تمييزه. أطلقت عليه النار ولكني أخطأت التصويب. صرح بأنه كان يضغط على الزناد وفشل بإطلاق النار عدة مرات. سأعود إن كان لدي أسئلة. بحلول الصباح كان خبر الجريمة يجتاح الأخبار المحلية. كولومبس، أوهايو، 16 يناير 2002. مأساة في غالينا، أوهايو. ليلة أمس قتلت سيدة برصاصة في منزلها، وتعرض شخص مجهول الهوية لإطلاق نار أيضا. يعتبر بوبي بطلا نظرا لتصرفه، لكن بالنسبة لستيفن فإن هذا الاسم مرتبط بماض مظلم. شغلت التلفاز وعادت إلي كل هذه الذكريات. لا يزال يبدو الأمر وكأنه فيلم، يبدو مثل الحلم. ويوما ما سأستيقظ وسيكون عمري 18 عاما، وسيكون الجميع حولي ولم يحدث أي شيء من هذا.
قبل 26 عاماً لم يعرف ستيفن ما يخبئه له مستقبله. كان عمري 17 عاماً وكنت أتأهب لبدء عامي الأخير في الثانوية. ستيفن صحيح؟ أنا باب. حسناً، ما هي المشكلة؟ أظنها مضخة البنزين. هذه هي المشكلة، أن غطاء الموزع مكسور والضغط يتسرب. إن أصلحته ستعمل في ورشتي. كان بوبي شابا أكبر منا ولديه ورشة تصليح سيارات. كان هذا مثير للاهتمام، كنت منبهرا به نوعا ما. بوبي هاند هو حبيب لوري الجديد، أخت ستيفن ويلس الكبرى. يبدو أنك التقيت بستيفن. لوري كانت شخصا سعيدا طوال الوقت، سعيدة، لم يبدو أن هناك شيئا يزعجها ولم تغضب يوما. التقيت بها حين كنا في 15 من العمر، كنا أصدقاء مقربين. أرادت أن تدخل مدرسة التجميل كي يصبح لها مهنتها الخاصة. ربيع عام 77، وبالرغم من وجود فارق 9 سنوات في السن بينهما، تطورت علاقة بوبي ولوري بسرعة. قالت إنهما سيتزوجان، كانت متحمسة بهذا الشأن، متحمسة جدا وأحبته. سيأخذني إلى باريس في شهر العسل. لوري كانت فتاة جميلة وبوبي كان منجذبا إليها، حظيا بوقت رائع. ستكونين إحدى وصفاتي؟ بالتأكيد. ها نحن نخبكم. زفاف لوري كان جميلا، سمته زفاف قوس قزح. ارتدت كل منا فستانا بلونها المفضل، وأقامت حفلا رائعا بعد المراسم ومشربا مفتوحا. عمري كان 18 واستمتعت بوقتي. هيا جميعا تعالوا. ابتسموا، قولوا كلمة زفاف. زفاف. حسنا انتهينا. بينما كان ذلك اليوم يعج بلحظات جميلة وشاعرية، فإن تلك الفرحة لم تكن مشتركة لدى الجميع. لا أريد القول إنها كانت صدمة، لكن يمكنني القول إن القلق كان باديا على وجه أمي وأبي، وكان هذا غريبا. لم يبدو الأمر كأن شيئا قد تفعله أختي. كان لديها عدة أصدقاء حميمين أثناء دراستها، لكن حين ظهر بوبي فإنهما خططا للزواج وتزوجا. ظننت أن هذا سيجري بخير لأنه كان يملك المال وكان يستطيع الاعتناء بها ولن تعاني. نخبك. بغض النظر عن هذه التشابكات، كانت الأمور ممتازة بالنسبة للزوجين الجديدين، وخلال 4 سنوات رزقت العائلة بطفل صبي. كانت تربي ابنها وتعتني بأمور المنزل، وكان لها زوج، وكان الأمر يجري على ما يرام. بينما بدأت لوري تعيش دور الأمومة، بدأ ستيفن يخطط لتقوية علاقته مع زوج أخته. كنت متوترا. أهلا ستيفن. كان هذا في صيف عام 1979، وكان أول صيف عملت فيه مع بوبي. كانت ورشة تصليح سيارات. تتذكر لوني؟ سيريك بعض الأمور الأساسية، لدي عمل. كان لوني الوصيفة في زفاف بوبي، وكان يعمل مع بوبي أيضا، وكان ميكانيكيا ماهرا جدا، وكان ناجحا في عمله. علمني لوني الكثير من الأمور، كان يأخذني معه ويريني كيفية تغيير المشعاع مثلا. كان لوني يبدو شابا لطيفا.
لكن بالنسبة للوني سيعرف ستيفن أن المظاهر قد تكون خادعة أحيانا. بوبي، أريد بعض المال. بوبي، تعلم أنني بحاجة إليه. سأقرضك المال حين ترد ما أخذته سابقا. كان لوني مدمنا على المخدرات وكان بحاجة للمال. إذا كان أحد ما مدينا لبوبي فسيلاحقه حتى يسترد ماله. خذ هذا. حين يتعاطى الأشخاص المخدرات سيفعلون أي شيء حتى القتل. وفي اللحظة التي يموت فيها شخص ما تبدأ الشكوك تنتشر كالنار في الهشيم بين العائلة والأصدقاء. تحدث الجرائم بسبب المخدرات، الغضب أو الحقد، والخطر أيضا سينتشر. كان هذا أمرا سيئا سيلاحقنا إلى الأبد. 16 يناير. مأساة في غالينا أوهايو. ليلة أمس قتلت سيدة برصاصة في منزلها، وتعرض شخص مجهول الهوية لإطلاق نار أيضا. في يناير عام 2002 انتشر خبر مقتل جيل هاند، الأم لثلاثة أطفال في مركز ولاية أوهايو. وحين وصل الخبر لستيفن يتذكر مباشرة زوجها بوبي، وتعود ذكرى من ماضيه كالصدمة. كانوا يتحدثون عن سيدة قتلت داخل منزلها، وقالوا إن شخصا مجهولا أيضا وجد مقتولا على درج المنزل المجاور. لم أفهم لما نجا بوبي وزوجته قتلت والرجل الآخر أيضا قتل. 9 سبتمبر، كل هذا يذكره بالمأساة التي حدثت منذ 23 عاما، حين كان بوبي متزوجا من أخته لوري. كان يجب أن أذهب إلى منزل بوبي وأصطحبه، لكنني كنت في حفلة في ليلة اليوم السابق ونمت. كان يجب أن تصل منذ ساعة. أنا أعلم، أنا آسف بوبي. أحضر عربة الطفل. لا تنسى حقيبة الحفاضات، استمتع. لوري كانت تقيم حفلة هدايا زفاف لقريبتها، وستقام في منزلها. كانت أمي ستأتي وتساعدها في تجهيز المنزل وترتيب الأمور من أجل حفل الهدايا. الرابعة مساء، توجه ستيفن وبوبي ليمضيا اليوم في مضمار سيارات خارج البلدة. فبالنسبة لمختصين في السيارات فلا مكان أفضل من هذا لهما، خصيصا إن كان لديك المال. كان معه 10,000 دولار نقدا، وكان سيشتري سيارة إن أعجبت. المال هو الأهم. وكلما أسرع ابني بمعرفة هذا كان أفضل. إن كنت تملك 10,000 دولار في ذلك الوقت فهذا أشبه بامتلاكك 100,000 دولار في الحاضر. كان هذا مبهرا. أراني فواتير ب500 دولار و1,000 دولار، وفكرت في نفسي لما قد يحمل هذا معه. كان لديه وعاء مليء بالخواتم، خواتم ذهبية كان يشتريها من أشخاص من الشارع. كان لديه وعاء من الخواتم، كان بإمكانها ملء قبضتيه ذهبا. اسم شهرته هاند، وكان يملأ يده ذهبا وكأنه أمر غير مهم. هذه السيارة غالية حتى بالنسبة لي. التفت إلي وبدا أنه لم يرى سيارة تعجبه أو يريد شراءها. انتباه، بوبي هاند، الرجاء القدوم إلى المكتب الرئيسي، لديك مكالمة طارئة. بوبي هاند، تفضل إلى المكتب الرئيسي. ما الأمر بوبي؟ لوري، لقد قتلت. هل هذا حلم؟ لابد أنك أخطأت الشخص. أنت تتحدث عن شخص آخر. شخص آخر قد مات ولا يمت لي بصلة. 7 مساء، وصل ستيفن وبوبي وهما مثقلان بالصدمة والأسى إلى المنزل. وحين وصلا توضحت لهم هذه الحقيقة الرهيبة. أمي؟
حين رأيت أمي وأبي كانت تلك اللحظة التي أدركت فيها أن هذا حقيقي. هذه كانت حقيقة مؤلمة ستلازمنا إلى الأبد. لقد خسرا ابنتهما وكان بإمكانك رؤية هذا يستنزف روحيهما. اتصلت بي أختي الصغرى وأخبرتني أن أمي تريدني أن آتي. كان يوم أحد وقلت لا، أنا منشغلة بتنظيف المنزل، لا أستطيع القدوم، ماذا تريد؟ قالت إنها تريدني أن آتي للمنزل، فقلت لا، أخبريني ماذا تريد. فطلبت منها أن تضع أمي على الهاتف وقالت لا أريد أن أخبرك بهذا، لكن طلبت منها أن تخبرني، وحينها أخبرتني أن لوري وجدت مقتولة. إذن حينها صدمت وذهبت إلى هناك، وبمجرد وصولي بدأنا بالبكاء وتحدثنا عن بعض الأمور، كيف حدث الأمر. أعني كما يمكنكم أن تروا لا يزال الأمر يؤلمني، إنه يؤلمني وحسب. حدوث هذا لم يكن صائبا، كانت صغيرة وما زال لديها كثير من الأمور. في قبو منزل الزوجين قبعت جثة لوري الهامدة إلى جانب بعض الأدلة على هذه الجريمة الفظيعة. أخبرتني الشرطة أن أحدهم اقتحم منزل لوري وتهجم عليها، وكان هناك نزاع في غرفة المعيشة، وفي هذا النزاع رميت لوري إلى القبو وعليها كيس قماشي. قالوا إن هناك طلقين ناريين أطلقا باتجاهها لكنهما أصابا الأرضية ثم تم خنقها. وبالإضافة لبقايا الرصاصات وجد قفاز ملطخ بالدم على الباحة الأمامية للمنزل. كان قفازاً واحداً وليس اثنين، وقد وجد فعلاً أن هذا القفاز مرتبط بقضية لوري هاند، ومن الممكن أن من ارتداه كان متورطاً بقتلها. طلبوا مني القدوم إلى مركز الشرطة للإجابة عن بعض الأسئلة. وافقت وأخبرتهم أنني سأخبرهم بأي شيء يريدون معرفته. كنت متوتراً حين كنت جالساً هناك. سألني المحققون إن كنت رأيت لوري قبل مغادرتنا. لا تنسى حقيبة الحفاظات. قلت لهم بالتأكيد هي من أعطتني حقيبة الحفاظات من أجل الطفل. كانوا يتساءلون إن كان شيء ما علق في ذهني أو رأيت شيئاً. أريد منك أن تحاول أن تتذكر. لا أعلم، كنت متأخراً جداً كنت مع بابي طوال اليوم حتى. كل ما سألوني عنه أجبتهم عليه ولم أجادلهم، لم أظهر لهم حزني، وأي سؤال طرح علي بشأن ذلك أخبرتهم به. انتقلت الشرطة لاستجواب بابي. إحدى الأسئلة التي طرحت على بوبي من قبل المحققين كان هل تملك أن توضحي أي عداوات؟ لم يرغب أحد بأذية لوري. وماذا عنك؟ لديك علاقات بمشبوهين؟ بالطبع، أصدقائي تعرضوا لبعض المشاكل. من دائرة معارف بوبي فإن الشخص الذي تعرض لأكبر قدر من المشاكل هو صديقه لوني ويلش. لوني كان يملك شخصية عدوانية، أي إذا دخل في عراك فإنه يصبح عنيفاً جداً. كان لوني حاد الطباع ومتورطاً بالمخدرات، وكل هذا سيقوده لحاجته للمال. إنهم صالحون. تحدث الجرائم بسبب المخدرات، الغضب والحقد، وكان لوني يملك هذه الدوافع. تحت ضغوط التحقيق في هذه الجريمة، هل أثق بلوني؟ ليس في منزلي، ليس هناك أي أسرار. لم يكن هذا انتحاراً، بالتأكيد إنها جريمة قتل. ستبقى مخفية. أفكاري تتسارع، أهو من ارتكب الجريمة؟ في خريف عام 1979 كان محققو مكتب الشرطة يحققون بجريمة قتل لوري.
سبتمبر عام 79 كانت أولى مهماتهم التحقيق مع كل شركاء زوجها بوبي المعروفين، وأكثرهم شبهة هو صديقه المفضل لوني ويلش. ببدء التحقيق مع لوني ويلش تبين لهم أنه ارتكب بعض التجاوزات القانونية في مقاطعة فرانكلين، وأنه لم يكن مواطناً صالحاً. أهناك سوابق بالقتل في عائلتك؟ إن كان أخي شخصاً طائشاً لا يجعله قاتلاً. كان أخوه قد قضى عقوبة في السجن بسبب محاولة قتل. هل أثق بلوني؟ ليس في منزلي، ربما في حفلة. لا أدلة لديكم ضدي وتعلمون. على الرغم من تاريخ لوني الحافل، إلا أنه لم يكن هناك أي أدلة فعلية على ارتباطه بمقتل لوري، وباعتبار أن بوبي كان لديه حجة غياب قوية بوجوده مع ستيفن، وصل التحقيق إلى نهاية مسدودة. غير أن مقتل شقيقته دفع ستيفن للقيام ببعض الأبحاث بنفسه. المرة الأولى التي رأيت فيها مسدساً كانت في متجر بوبي. اعتدى أن يخبئ مسدساً في الأسفل هناك من أجل حماية المتجر في حال أتى أحد. علم لوني بوجود مسدس، لذا كنت قلقاً حيال ما قد يفعله. حين ركز ستيفن أنظاره على لوني، أخبره والده لما كانوا يظنون أن زواج ابنته من بوبي كان خطأً فادحاً. حسناً، هذه دونا، زوجة بوبي الأولى، توفيت قبل عام من تعرفه على لوري. ولكن كيف ماتت؟ يبدو الأمر وكأنها حاولت شنق نفسها، لكن الحبل انقطع أو ما شابه، ثم ماتت بعد ذلك. تقرير للشرطة قام بكشف الحقيقة. كان هناك كيس بلاستيكي حول رأسها وتم خنقها به. إذن لم تكن القضية انتحارا على الإطلاق، بل كانت جريمة، إنها جريمة قتل. تم خنق لوري مثل دونا. أعتقد أنه بوبي. أذكر أنني تحدثت مع لوري بشأن ما حدث لزوجة بوبي الأولى، وأنها لا يجب أن تتزوج، لكنها ظلت تقول لا، لم يرتكب هذه الجريمة مراراً وتكراراً، لم يرتكبها، لم يرتكبها. لكن بوبي كان معي طوال الوقت. لم يكن يظن أن بوبي له علاقة بالموضوع، كان لديه حجة غياب. في الواقع إنها حجة الغياب المثالية، تماماً كما في قضية مقتل دونا. ذهب بوبي إلى ناد رياضي، وحين عاد كانت دونا قد قتلت. كانت تملك بوليصة تأمين على الحياة ستيفن، وكان بوبي هو المستفيد منها. هذا مستحيل. كانت أفكاري تتسارع، هل هو الفاعل؟ ليس من الممكن، فلقد كان معي، هل فعلها أحد آخر؟ أظن أنه رودني حدس أولي أن هناك شيئاً ما خاطئاً بشأن بوبي، لأن الفتيات اللواتي عملن مع لوري قاموا بإخبار الكثير من القصص عن أمر، عن موت دونا و كيف ماتت وكيف أصبح يملك الأموال فجأة، وأنها كانت بسبب بوليصة التأمين. لذا عندها كما قلت كان مجرد النظر إليه، لم يكن يبدو الأمر صائبا أبدا. يراودك الإحساس هذا، كأنظر إليه وأفكر هناك شيء ما خاطئ بهذا الشاب، هناك أمر غير صائب بشأنه.
لم يكن ممكناً أن يرتكب الجريمة لأنه كان معي، ولكن كيف يمكن لشخص واحد أن تموت زوجتاه في منزلهما وبنفس الطريقة؟ كان يجب أن يكون شخصاً يعرفه بوبي. إن كان ممكناً لأي شخص أن يفعلها، فإن أقرب شخص هو لوني. صديقي، آسف على وفاة أختك. كان هذا مجرد إحساس، لكن لم يكن لدينا أي شيء آخر. ليس لدينا أدلة، لدي حدس وحسب. وإن لم تأتي الشرطة وتكتشف شيئاً، فكل ما أملكه كان حدساً داخلياً. بينما يسعى ستيفن ليجد الأجوبة، لم يكن الشخص الوحيد الذي يحمل عبء مقتل شقيقته. كان والداي، أنت تعلم، شخصين مريحين يبتسمان ويضحكان طوال الوقت، لكن يمكنك رؤية كيف خسرا الكثير من حبهما وسعة قلبهما حين ماتت لوري. كان الأمر مؤلما حقا، أنت تعلم، كان هذا يستنزفهما يوما بعد يوم. مما زاد الأمور سوءا رفض بوب السماح لوالدي ستيفن برؤية حفيدهما. كانا حزينين بسبب هذا، لقد خسرا ابنتهما ولم يتمكنا من رؤية حفيدهما لمدة طويلة. هذا كان قاسا حقا. مضت 3 سنوات حتى تمكن أبي وأمي من أخذ حق الحضانة من أجل رؤية روبي. بعد 13 شهراً أصبحت قضية لوري معلقة رسمياً، وبالنسبة لستيفن كان هذا كافياً ليصدق أن بوبي لم يكن لديه أي علاقة بمقتل أخته. ألم نرى هذه على المضمار؟ بلى. أتريد أن تجربها؟ أخبرني أن أعيدها له لاحقاً. لكن هناك أمراً مريباً بشأن رؤية هذه السيارة مرة أخرى. المال هو الأهم. بدأت أتساءل لما يتصرف بهذه الطريقة معي أنا، تعلم، ويدعني أقود هذه السيارة ويعاملني بلطف. هذه السيارة غالية حتى بالنسبة لي، وهذا ما جعلني أفكر بالأمر أكثر. اشترى هذه السيارة بأموال التأمين خاصتها، وحينها توضح كل شيء وما كان يجري. يمكنك ملاحظة كم كان حذراً وكم كان فظيعاً أيضاً. وحينها تغيرت نظرتي إليه من مثل أعلى لي إلى قاتل لا يعرف حدوداً وشخص مجرم بحق غيره، شرير. لقد قتلت. فكرة أن بوبي دبر مقتل أخته لتحصيل أموال التأمين على حياتها أصبحت فظيعة أكثر حين أدرك أنه كان له دور فيها. بقي بوبي معي طوال ذلك اليوم. كانت لديه حجة غياب مثالية، كان مع شقيق الضحية طوال الوقت. أظن أن الأمر أزعجه بشدة، لأنه شعر بأن عليه جزءا من الذنب، وهذا أثر به وبشدة. ألم تعجبك؟ ما الذي أراه هنا؟ حصلت الآن على القطعة الأخيرة من هذه الأحجية، ووجهه مرسوم على هذه القطعة. إنه المجرم. أنا أستقيل. حسناً، كما تريد. لم يعد هناك سبب لأبقى حوله، لم يعد هناك سبب للتواجد حوله أو رؤيته. أردت حقاً أن أمسك بالشخص الذي فعل ذلك. ستيفن مصمم لفعل أي شيء من أجل تحقيق العدالة لشقيقته. جربت التنويم المغناطيسي ولم أتذكر شيء من ذلك اليوم. لكن الإثبات لن يأتي بهذه السهولة. وفجأة تحركت هذه القضية بقوة. كانت الشرطة بحالة صدمة وكانت قريبة للغاية. وبحلول عام 85، بعد 6 سنوات من مقتل شقيقة ستيفن، لوري كان مقتنعاً أن زوج أخته بوبي متورط بقتلها. لكن ورغم شكوكه، فإن القضية تماماً مثل قضية زوجة بوبي الأولى، دونا، أصبحت معلقة.
لم يكن ممكنا توجيه التهم إلى بوبي في قضيتي لوري ودونا، لأنه لم يكن هناك أي أدلة وليس هناك شهود عيان. لكن قلة الأدلة لم توقف ستيفن من محاولة إثبات تورط بوبي في ذلك. لقد قضيت كل هذه الأعوام وأنا أتحدث مع محققين لنكتشف ما كان يحدث في القضية، وقالوا جرب التنويم المغناطيسي علك تتذكر شيئا من ذلك الصباح. إنها محاولة ضعيفة، لكن الشرطة يائسة للحصول على أي تفصيل يمكنه مساعدتها. هل لاحظت شخصاً مثيراً للشكوك أو سيارة؟ هل يحتمل أنني لمحت سيارة في الزقاق الخلفي أو إلى جانب المنزل؟ يقوم ستيفن بالبحث العميق داخل لاوعيه ويعيد ذكرى أسوأ أيام حياته. شعرت بالأسى وبالحزن والغضب، لكنني أردت أن أجرب ما بوسعي للمساعدة، لكنني لم أتذكر رؤية أي شيء في ذلك اليوم. ومن ثم وبشكل مفاجئ يقوم محققو القضايا المعلقة بالتواصل مع ستيفن مع معلومات جديدة. جربنا تقنية جديدة تسمى اختبار الحمض النووي. وفي الوقت الذي كانت شرطة كولومبوس تحقق في هذه الجريمة، وجدوا في مسرح الجريمة قفازاً، وكان هناك بعض الدماء على ذلك القفاز. لسوء الحظ وجدنا حمضاً نووياً يعود لأختك فقط ولا أحد آخر. بقي القفاز في الخارج لفترة طويلة من الزمن قبل أن تحصل عليه شرطة كولومبوس، ولم يكن مخزناً بشكل ملائم كما نخزن الأدلة التي نحصل عليها في المعتاد لاحتمال إجراء اختبار حمض نووي عليها. فالحموض النووية بشكل طبيعي تتلاشى بمرور الوقت. أنا آسف. أمر محبط أن تذهب إلى الشرطة وتسألهم بشأن جريمة حدثت لأحد أفراد عائلتك ولا يكون لديهم مشتبه به لاتهامه بالجريمة. لأكثر من 10 سنوات استنزفت القضية عائلة ستيفن، وفي مارس عام 98 توفي والده قبل أن يشهد تحقق العدالة لمقتل ابنته. أصيب والدي بالمرض، أظنه وصل لتلك اللحظة لأنه استسلم. لقد أصبح هامدا جدا. كانت طفلته الصغيرة، كانت أتمت عامها 21. كيف لأحد أن يتأقلم مع هذا وأن يخسر ابنته؟ أمر صعب. مقتل لوري قصر من حياة أبي 10 سنوات تقريباً. يبدو الأمر مبتذلاً، لكنه مات بقلب محطم، كان بحاجة لخاتمة، وشعرت أن هذا واجبي أن أعرف ما حدث لشقيقتي ليلة وفاتها. هذا ما كان يفترض بي فعله. تمر السنوات بدون القبض على المجرم، وغياب أي تطور في القضية يأخذ حياة ستيفن نحو الأسوأ. كنت غاضباً في داخلي طوال الوقت، كنت غاضباً من هذا العالم. كان يسعى بجهد كبير ولوقت طويل، لهذا كان يصرف بالكحول. كنت أداوي غضبي بشرب الكحول، كنت أشرب كي لا أشعر بالغضب. كان يخرج هذا الغضب من داخلي، وهذا أدخلني في كثير من العراك في المطاعم والمشاكل في المنزل. كان يتطلب الأمر شرارة بسيطة لأشتعل غضباً. كان الغضب يتراكم بداخلي ثم ينفجر دفعة واحدة، حتى تجاه أشخاص أحبهم وأهتم لأمرهم. بينما يطارد ستيفن ماضيه، يتابع بوبي حياته ويعيد بناءها. علمت أن بوبي التقى بجيل، وفجأة علمت أنهما تزوجا. عزيزي العشاء جاهز. لأكثر من 10 سنوات عاش بوبي حياة سعيدة مع جيل كما هو واضح. كانت هذه صدمة لي حين علمت أن بوبي تزوجت جيل، وراودني إحساس بالشك، كنت خائفا عليها. لم يكن مجنونا لدرجة أن يكرر فعلته مجددا. 15 يناير 2002. مركز الطوارئ، مرحبا. أصيبت زوجتي بطلق ناري، لا أعلم ما يجب فعله، ماذا علي أن أفعل؟ بعد 23 عاما من مقتل لوري، وجدت زوجة بوبي الثالثة جيل مقتولة في مطبخ منزلها، والمعتدي المجهول ميت على الطريق المؤدي للمنزل المجاور. هل تعرف ذلك الشخص؟ ليس لدي أدنى فكرة. أين كنت؟
أرسل المسدسان إلى المخبر لإجراء مطابقة. وجه المحققون تركيزهم إلى الرجل المجهول الميت على مدخل المنزل، لكنهم سيحظون بالمساعدة التي يحتاجونها. قلت لهم يجب أن تتصلوا بمحققي القضايا المعلقة لأن هذه الجرائم مترابطة. تأكدت أنهما يعرفان بعضهما؟ كان لاني وصيفه حين تزوج من شقيقتي. لم يخبرني أحد أن الرجل الملقى على درج المنزل المجاور هو لوني. علمت هذا لوحدي. الشرطة صدمت لمعرفة أنهما مقربان هكذا. هناك صورة تثبت أن هذا الرجل كان وصيفه في حفل زفافه، وأصبحت قصته غير منطقية. إنها صورة بألف كلمة. لوني كان الوصيف في زفافك. عملتما معا لثلاثين عاما. أعلم أن هناك شيئا غير صحيح، فأسأل نفسي ماذا تحاول إخفاءه. لابد من وجود حافز لهذا الكذب. الحافز هو ما نبحث عنه في أي جريمة. لما قام هذا الشخص بذلك؟ يرفض بوبي التعاون مع الشرطة، لذا يسعى المحقق لإيجاد أي دليل لإلقاء القبض عليه. وجدوا عدة أوراق عن بوليصات التأمين وبطاقات ائتمان وكل معاملات الضرائب الخاصة به وكل صفقاته المالية. كان يحتفظ بكل هذه المعلومات المهمة خارج منزله، بحيث لا تعلم جيل عن الديون المترتبة عليه. اعتاد أن يجلب بطاقات ائتمان ويسدد ديونه باستخدام بطاقة مختلفة كل مرة، ويصرف الأموال وبجنون طبعا. تكتشف الشرطة سنوات من عمليات احتيال ببطاقات الائتمان يصل مجموعها إلى 200,000 دولار. سينهار كل هذا في النهاية، لن يبقى سرا. وما يزيد الأمر سوءا هو بوليصة التأمين على الحياة التي أصدرها لها بوبي. كان هناك حوالي 1,000,000 دولار في حساب التأمين على الحياة الذي أصدره بوبي هاند على حياة جيل، وكان هذا الأمر مماثلاً تماماً لما قام به هذا الرجل مع زوجتيه السابقتين. أصبح حافز بوبي واضحاً وجلياً، لكن الشرطة لا تملك أدلة كافية لإلقاء القبض عليه. يجب على المحققين أن يكشفوا كذبه، وهو أمر استطاع تفاديه لأكثر من 25 عاماً. أطلقت النار عليه لكني أخطأت التصويب. أخبر هاند المحققين أن أحد هذين المسدسين أو كليهما لا يطلق النار. عندما جاءت نتائج التحليل عن المسدسين اللذين كانا في مسرح الجريمة، مسدس من عيار 38 لم يفشل بإطلاق النار، بل من عيار 32. هذا يعني أن القصة التي قدمها بوبي للشرطة غير صحيحة. المسدس الذي استخدم لقتل لوني كان صالحا تماما، لكن المسدس الذي قتل جيل لم يكن كذلك. استخدمنا الأدلة الجنائية وبدأنا نكشف قصة بوبي. ما تدعمه الأدلة هنا هو وجود قصة جشع وخيانة مزدوجة وقتل عن سابق إصرار وتصميم. بوب هاند قتل زوجته، أطلق عليها النار. كانت تجهز العشاء والتفت نحوه لتخبره: العشاء جاهز عزيزي، فأطلق عليها. تعتقد الشرطة أن بوبي اتصل بلوني وطلب منه القدوم إلى منزله بعد أن أرد جيل. الباب مفتوح. مرحبا.
حين دخل لوني إلى المنزل، بدأ بوب يضغط على زناد مسدسه. تخيلوا نظرة الفزع على وجهه، أن صديقه على مدى 30 سنة هكذا انقلب عليه. سقطوا جميعا في فخه، هو نصب فخا ووقع الجميع فيه. لما قد ينقلب بوبي على شريكه في الجريمة بعد كل هذه السنين؟ يبدو السبب وراء هذا أن لوني اعترف مؤخراً لقريبه. يبدو أن لوني حظي بصحوة ضمير وأخبر قريبه أن بوبي دفع له مبلغاً من المال لكي يقتل زوجتيه السابقتين لوري ودونا. 24 مارس عام 76. استفاد بوب هاند من مقتل زوجته دونا، واستفاد أيضاً من لوري بسبب تأمين على الحياة. 9 سبتمبر عام 79. كان المجموع 200,000 دولار. في السبعينيات كان هذا يعادل ما يقارب 1,000,000 دولار حالياً. أطلق بوب النار على لوني ليمنعه من إفشاء حقيقة قتله لدونا ولوري. الميتون لا يخبرون أسرارهم. وكان بوبي محقاً. بموت لوني لم يعد هناك أدلة كافية لمحاكمته بتهمة قتل دونا ولوري، ولكن هناك الكثير من الأدلة لاتهامه بقتل جيل ولوني. تلك كانت الخاتمة التي حصلنا عليها من أجل دونا ولوري، لأنه لن يكون هناك محاكمة للوني بقتلهما لأن لوني كان ميتا. اتهم بوبي بالقتل المتعمد في قضيتي جيل ولوني، حكم عليه بالإعدام، وقضيتا دونا ولوري بقيتا بدون حل. شعرت أن العدالة تحققت وأنه حصل على ما يستحقه. أظن أنه يستحق الموت، وقد يكون هذا خطأ، لكن هذا ما أشعر به. بوبي هاند لم يعد شخصاً يلائم المجتمع، لا يجدر به أن يعود حراً مجدداً. حالة بوب ليست فريدة، كان يعشق المال، فعل هذا من أجله. حين تقتل صديقك وتدبر مقتل زوجتك فإنك تتغذى من غرورك، ولكن إلى متى ألن ينتهي هذا أبداً؟ أتمنى لو أن هذا لم يحدث لها لم تكن تستحق أي سوء. كان عمرها 21 عاماً، لكنها كانت طفلة، لم تكن عاشت حياتها بعد. أتمنى أن يعلم ستيفن أن لوري أحبته كثيراً، وهو ليس مذنباً بما حدث لها. أتمنى لو أنها ما زالت هنا الآن أن ترى حياتي وأرى حياتها.